ايش فروني ولاد حرام. هذا الفيديو هذا هو تكمله الفيديو اللي داز. والناس اللي ما شافوش الفيديو اللي داز الخدمه هذه الخدمه معانا صافي شويه حركوا لنا. اما الناس اللي شافوا الفيديو كيف ما كتعرفوا شفر يا تليفون. الفيديو اللي داز مابغيتش خرج لكم على الكونتكست ديال بارسيلون. خليت هذا الفيديو هذا ونجمع كاع دوك الاحداث اللي تجمعوا لي في ديك الصفيره كامله ونضرب بها شي ستوري تايم. ما علينا سيدي. كان يما كان في قليل الزمان داكشي ديال الحديد داز. وصلت لبارسيلون فرحان السعاده هاد المدينه شحال هذيك باغي نجي ليها الحلم ديالي نجي لهاد البلاصه لحقاش انا بارسيوي. والعالم كامل كيقول بارسيلون مدينه واعره. اخيرا تحقق لي الحلم ديالي ومشيت لبارسيلون. وصلت للمطار مع 12 ديال النهار. 12:30 وصلت للمدينة 12:45 تشفر ليا تيليفون. غادي تكون دابا كتسائلوا كيفاش تشفر ليا تيليفون الى اخره. انا غنقول لكم كيفاش. اسيدي وصلت لبرشلونة ما كنتش فاطر قلت غنشترك الفطور مع الغداء. يعني داكشي اللي غتحط في الفطور مع داكشي اللي غتحط في الغداء الا جمعتيهم في وجبة واحدة حتى كلشي حاجة زوينة فهمتيني. وي صافي اسيدي قلت شنو غناكل غناكل بايلة شي معنى فهمتيني. ما وصلتي ما اكلة ديال السبليون بايلة ما كيتشفر لي ماك التليفون. دابا غنعطيكم المعلومه رقم واحد ما كتعرفوا لي الشباب انا ماشي هيفي يوزر ديال التليفون. يعني بلغه اخرى ما كنستعملش التليفون بزاف ما كنهزوش بزاف الا للضروره. ثاني معلومه واللي هي واحد القاعده ولات فيا منين جيت لهنغاري وليت كنحط التليفون فوق الطابله لانه بكل بساطه ما كاينش اللي يشفر كاين الكاميرات افري وير اصلا ما عندهمش هنا بزاف الصريح خلاص هنا الناس ماشي شفار ماشي بحال باش تعرفوا واحد الحاجه راه عرفتي الشفره اللي كاينه في السبليون وفرنسا راه فين تبان ديال المغرب راه الاخر ديال الاخر ديال الصريح. نرجعوا للشفره ديال التليفون ملي كنجمعوا جوج حوايج اللي قلت لكم دابا ديال ما كنستعملش التليفون بزاف وحاطه فوق الطابله واحد زائد واحد تساوي جوج. القاعده الاولى مع القاعده الثانيه كتساوي غير تشفر لك التليفون ما كاين ما ولكن ما غاتزقلش منه. واذا به وإذا به تبعت عليا خوتي واحد السعاي من حيث لا أدري مسكين سعاي الله يسهل عليه الله ما يسهلش عليه هو اللي شفر لي التليفون اللي يسهل عليه سدر حاخد بلاتي على امك خي السعاي حتى اليوم القيامة نخدم حسنات راه ناقصين. المهم الله يسهل على السعاي كاملين اللي في العالم كامل من غير هذاك بالضبط. زي الاخوان حاط التليفون ديالي فحال ما هكا وحاط الماكله حداه فحال هكا وكنستمتع بالماكله الى اخره توقف عليا البالينه سكينا شي دريم الله يجزيك بخير عنا القضيه طاحت علينا. انا ما عندي حتى شي ريال في جيبي ملي جيت لهنا ما كنستعملش كاع الكاش كنستعملها لاكار اجا عندي قلت له ما عنديش فهمتيني خويا الله يسهل الامور خويا سكوزا بيردون لوسيانتو ولا لوسيانتو ولا ما عرفتش المهم ما عنديش بحصبه الله يسهل عليك. والسعاده ملي وقف عليا كنهز مع واحد لاكار. المهم غالبا يكون كيقول فيا ما عرفتش شي كونسير في القدام ولا شي ما عرفتش اخويا الله يسهل عليك. المهم انايا وانتوما وبزاف ديال الناس ملي كيجي عندنا شي سعاي وانت ما عندكش الفلوس كتقولوا الله يسهل عليك اخويا ما عنديش القضيه فهمتيني ناشفه الله يسهل عليك بيناتنا الصبر. ملي كيحكر عليك واحد شويه صافي كتبقى تدور وجهك هكا تمشي تمشي بحال هكا زعما صافي ما تحرجنيش الله يجازيك بخير هكا. ولكن السعاي هذا الاخر ديال الداك يمكن شو بدا يقرب لجهه الطاوله بحال هكا بلا كارت ديالو. السعاي ديال السبليون ماشي بحال ديال المغرب حنا عندنا على الاقل فهمتيني كدور وجهك بحال هكا كيمشي بحال على الاقل ما عنده والو عنده النفس هذا بريده صاحبي ما كيبغيش يتحيد كاع هو عارف بلي ملي كيمشي سعى بنادم بنادم كيدور وجهه بحال هكا فهمتيني ما كيديرش معاه الاي كونتاكت باش هو في ديك اللحظه فهمتيني خصو يستغل داك الوضع ملي ما يديرش معاك الاي كونتاكت يشوف شي حاجه يدي وهذا ما وقع يا اصدقائي وصديقاتي دورت وجهي هكا باش ما نديرش مع الاي كونتاكت حط ديك لاكارت ديالو في الطابله هز التليفون ديرو في جيبو انا ما رديت البال كاع دا لي التليفون مشى صافي غبر ما عاودش باه. منين هاد البايله هادي زوين شنو فيها شنو فيها الكرافات والكالابو ويلي وليت لاباس عليا انا كاع راه خي نصور هادشي للدراري نقول لهم وي بايله كدا في انستغرام شنو التليفون عاد حطيته في الطابله دابا ما درتوش في الطابله عندي في الجيب ديال السروال قلبوا الجيب ديال السروال كاينش التليفون درتو في الجاكيطه الجاكيطه ما كاينش لا راه ماشي في الجاكيطه راه درتو فوق الطابله الطابله ما كاينش كاين الماكله هنا ما كاينش التليفون بلاتي جا عندي واحد السعاي قبيل ياك والله جا عندي السعاي بالله حط لاكارت ديالو فوق الطابله ولا ما كنتش داير معاه الاي كونتاكت والله لا حط لاكارت ديالو في الطابله بالله وما درتش معاه الاي كونتاكت زعما يكون داك السعاي هو اللي شفرني بديت كنرجع بشوي بشوي عاد وانا نفهم علاش قرب الورقه وعاد فهمت الفيلم كامل والله الا خورني السعاي وتقدروا دابا تكونوا كطرحوا السؤال ديال شنو هو التليفون اللي مصدع لنا راسنا به
واللي داو ليك ولا ما عرف شنو هو غيكون باين شي هواوي ولا شي اوب. وهنا غنحبسكم ونقول لكم لا 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 داليا ايفون 13 برو ماكس. الناس اللي ما كيفهموش هذه اللغه داليا بما يقارب 10000 درهم. مليون 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 كبوت 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 ديك كبوت. عرفتي باش تكون عارف بلا الناس اللي كتسعاهم ما كيديروش معاك الاي كونتاكت ويمكن لك تشفر ليهم اللي بغيتي، راه خصك تكون ذكي، خصك تكون اينشتاين وبلاصتك ماشي في الشوارع، بلاصتك في لانازا. خويا اش كدير مازال في الزنقه؟ بصحتك التليفون خود بالصحه والراحه. ولكن اخويا راه بلاصتك ماشي في الشوارع، بلاصتك اخي راك عارف لانازا الفوق لانازا يوسيب. صافي انا منكتشف داك البلان كامل وانا نقول في راسك ايوب جا حمار مكلخ مطنك شنو نقول؟ لا انا ماشي مكلخ لك الدرجه، لحقاش هاد البلاصه اللي انا فيها توريستيك يعني ضروري يكون فيها كاميرات. وهالي الصباح اليوم كامله مكلخه كاع على الدرجه ما درتش كاميرات بلاصه توريستيك. ايوا الاخوان الشفار طلع ذكي مني وكنعرف بلا ان ديك البلاصه ما فيهاش كاميرات، داكشي علاش غيمشي شفار فيها. انا راه شي واحد المبارزه ديال الذكاء بينو وبين الشفار. دابا راه بحال بواحد الصيام دير انا وياك داكشي ديال الشطرنج، دقه فيا دقه فيك ونشوف شكون اللي يربح. انا دابا غندير واحد الخطوه واحده اخرى واللي هي غنمشي عند البوليس. قلت هاد الخطوه غادي نغلبوا فيها، غنمشي عند البوليس والي البوليس ديال المغرب حنا ديالنا هربانين دونك ديال دوله اوروبيه متقدمه، كيفاش غادي يكونوا هاد البوليس؟ راه الاخ صافي انا غنسيب. مشيت دخلت عندهم قلت لهم تشفر لي تليفون وجب لي واحد الورقه قال لي عطينا المواصفات ديال هادشي وفين الى اخره. جبت لي البوليسي وقال لي عطينا السيريال نمبر ديال التليفون. جبت عطيته السيريال نمبر ديال التليفون صافي غادي يخدم الهاكين غادي يجبدوا بلاصتو فين كاين وغيجيبوا لي التليفون بالزربه. لحقاش انا توغيت عندي غير 6 ايام هنايا وغادي يقولوا لي سمح لينا حيت دوزتي هاد ليكسبيريونس ديزاغريابل. وغادي نقول لهم سير والله يسامح انا قلبي حنين. سالي داكشي كامل ويقول لي صافي غير سير مرتك عندنا مع غتكون شي حاجه مع غنعيطوك. قلت له سير توكل على الله سيدي. صافي واحد شويه وليت جاني واحد الكيستيون في دماغي نسولو على كيفاش غادي يديروا باش يلقاو هاد الشفار. قول لي خويا البوليسي كيفاش غتلقاو هاد الشفار؟ تقدر تقول لي الاستراتيجي ديالكم؟ ويقول لي غادي نمشي وغادي نقلبوا على شي واحد بهاد المواصفات اللي عطيتينا غنوقفوا عليه وغنسولوه خويا واش عندك ايفون 13 برو ماكس؟ الا قال لنا غادي نقولوا ليه واش ممكن تعطينا نشوفوا السيريال نمبر ديالك؟ الا قال لنا واخا يمكن لكم تشوفوا السيريال نمبر غادي نقارنوا مع السيريال نمبر اللي عطيتينا وهكا غنوقفوا الشفار. قال لي والله شدتني الضحكه وحق الله. بعد اول حاجه الشفار راه ما يمكنش يعاود يلبس نفس الحوايج انه عاد شفر بهم زائد غيبيع داك التليفون وغيشري حوايج جداد وغيفهمتيني غيطور من الحاله ديالو زيد عليه التليفون ما غيبقاش عنده كاع غادي يكون باع وخد فلوسو. صافي تما سنيت على هذا التليفون عمري غنعاود نشوف راح الغالي. خرج من ستاسيون ديال البوليس وانا نشوف في السماء بحال هكا ونقول كان عندي واحد الايفون 13 برو ما خديته ب 900 اورو اللي هي مليون مليون. ما نبقى نقول هادشي غير رجع لي حسنات في يوم القيامه ومحتاجهم محتاجهم. غادي نكون كنتمشى فوق داك السور اللي غتهبط للجنه مي غتهبط للجنه وغيجيوني الحسنات ديال تشفر لي التليفون وغنهبط للجنه. وهنا ملي كنرجعوا كنلقاو الشفار بلي ربحني كنعرف بلي البوليس مكلخين يعني ربحني عاوتاني بالخطوه الثانيه في الشطرنج. وانا نبقى نفكر واش كاينه شي خطوه واحده اخرى باش نربح ويجي لي على البال ايفون فيه الاي كلاود يعني بامكانك تراكي تليفونك فين كاين. جبت البيسي دغيا دخلت الاي كلاود ديالي طنب ليا التليفون ديالي اوف لاين ما عارفينش البلاصه فين كاين ولكن مازال مكونيكتي بالاي كلاود. عرفت شويه لي زيت لاباج التليفون ديالي ما بقاش مكونيكتي بالاي كلاود ديالي يعني بلغه اخرى داو ليا التليفون وحيدو منو الاي كلاود. هذاك اللي شفر لي تليفوني واللي هو اصلا سعاي واللي بلاصتو في لانازا ماشي في الشوارع حيد ليه الاي كلاود. انا كان كيصحابني الاي كلاود عمرك غتفوتو وفاتو صافي تما. وانا نقول خاي الشفار شي الطبله ديال الشطرنج اللي لعب فيها انا وياك خليتها ليك. صافي اخويا راه الاخر ديال الذكاء اش غنبقى ندير معاه؟ بلاتي 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 صحاب لكم القصه سالت هنا في وقت الصباح رجعت لنفس البلاصه لحقاش كان خصني نصور فيها اللي هي البلاصه ديال لاخ دو تريونف. مشيت انا واحد الفاتت اللي هي جي اف ديالي بما نطولو بزاف عاوتاني مشيت انا كنفلوغي تمايا الفاتت اللي كانت معايا مشات كتصور في بلايص وحد اخرين واذا بها كيبان واحد جوج ديال الناس باينه من نورث افريكا يعني هي من المغرب
يا من الجزائر يا من تونس. هذين واحد الناس بغاو يشفروا لهم التليفون كيديروا داك الشيء ديال غوارديولا. انت هنايا انا غندفع هذا انت غتهز التليفون غنعرف فتاه اللي معايا فتاه داكي وتقرا وما سوف يحدث. جانا غادي يطبقوا ديك استراتيجي على واحد جوج ديال الناس باش عندهم اخوتي الناس اراكم غتشفروا دابا الا ما حديتوش راسكم. منين درت هذا البلان شنو ما يتم متابعينا انا بطبيعه الحال ماشي في هذا العالم قاس كنقول لكم واه شوف اختي لا حدا تخيام واعر زين ديو تابعين جوجين ايوب يلا مشي من هنا علاش انا مازال ما ساليتش الصوار بلاتي يلا من هنايا وغادي نقول لك من بعد ولي ولي دابا شنو كنسمع بنادم كيخسر الهضره بالدارجه صحاب اليوم حنايا دي زيترونجي ولا واذا به يتفاجئ السي ايوب كيوقف بحال هكا وكيهضر بواحد اللغه اللي من هاد الصمطه هادي لتحت حنا نسمعوا الصمطه لتحت هو يقول لك انتما مغاربه انتما فهمت منين قال لي انا الجيريان الاخر قلت له انت منين قال لي انا مراوكي اخويا اول حاجه عمر شي مغربي يقول لك انا مراوكي يعني بلغه اخرى مني عرفنا حنا مغاربه الاخر بغى يقول لك اللعبه ديال انا مغربي باش نقول صافي الله يسامح حتى الله يسهل عليك شفر لا بغيتي ولكن لا انت هو كيقول لي واش الخوك دادي واش عمرك شي مغربي كيقول لك واش الخو عنب عنب ما يمكنش وطبيعة الحال هنايا ما كنقولوش الناس ديال الجزائر شفاره والمغاربه زوينين الناس ديال الجزائر عندهم ناس زوينين وخايبين وحنا عندنا ناس زوينين وخايبين يعني داكشي ديال السياسه لا ما عندناش هنايا ويقول لك شوم عليكم حنايا حراقه هنايا كندبروا على راسنا وهادي وانا نقول له واخويا انا راه تشفرت البارح وبغيتيني نشوف كنخليك تشفر واحد اخر حشومه داكشي اللي حسيت بيه انا ما بغيتش شي واحد اخر يحس بيه زين انت ما عرفتينيش انا شحال تقاتلت باش نجيب دوك الفلوس باش نشري هذاك التليفون ولا ديك الحاجه اللي شريت زين ما عرفتينيش شحال كليت على ديال لي باطو العدس انت هادشي كامل ضربتيه في الزيرو وشو قلتي انا ناخذ انا حيت انا ما عنديش باش عرفتيني انا عندي قال لي واه ولكن حنايا راه ما كنشفروش العرب واو عليك وصافي واو عليك انت من المبشرين بالجنة. انت بلاصتك في الفردوس الاعلى نتايا علاش حيت ما كتشفرش العرب كتشفر كفار ما كتشفرش العرب تبارك الله عليك اخويا واو خنعتيني صديق الجزائر الجامد انا شلح وانا ماشي عربي يعني انت غتشفرني اخر حاجه خرجنا من ديك الكونفرساسيون يا سير اخويا راك ما غتشفر حتى شي حاجه اليوم لحقاش انا قلت لك يعني بلغه اخرى اليوم غتاكل غير الكروفيت والكالامار ما تاكلش شي حاجه اخرى ما احسن راك عليك اخويا الكروفيت والكالامار انت خوتي راه البيزنس ديال السرقه عندك اصحاب لك فهمتيني العدس الكالامار الكافيار الفوق الناس اللي كيديروا السرقه كبيزنس راه الاخر اخويا راه منك الايلون ماسك وكا خوتي دعقونا في ايفون 13 برو ماكس بما يعادل 900 اورو بما يعادل مليون درهم شمن درهم والله يخلق في الظالم ولا حول ولا قوة الا بالله واحد اللعبة ممكن تكونش ديرها في لي كومونتير هي اللي كنتي تشفرتو شي مرة قولوا لي ليستوار ديال كيفاش تشفرتو الى اخره باش انا نضحك عليكم متبقاش تضحكوا عليا غير انا باش ندير لكم بحال هاد الفيديوهات هاد ستوري تايمز هاد اللعبة حيت كيطراو لي بزاف ديال اللعيبات وما كنبغيش نبقى نقولهم في لي فلوج باش ما كنخرجش على الكونتكست ديال الفلوج ولكن الا بغيتو نبقى ندير لكم بحال هاد اللعيبات مرة نيت باش مابقاوش تعطلوا على الفيديوهات قولوا لي في الكومنتير سو الجيم وكومنتير والجرس وصابوني وداكشي كامل ديال السبورت ونتلاقاو في فيديو جديد واحد اخر اللي غادي يكون ان شاء الله السيمانه الجايه ولا السيمانه اللي موراها غادي يكون في السويد انا قلتها لكم وانا سبويليت لكم تهلاو